يقول عبد الله البردوني: عجز الكلام عن الكلام، والنور أطفأه الظلام، والأمن أصبح خائفا، والنوم يرفض أن ينام، والصدر أصبح في الورى، والخلف أصبح في الأمام، والشمس باردة تخاف الحر تخبأ في الغمام، والذئب أمسى حارسا يحمي الأرانب والحمام، والكلب سيد قومه في الكهف يقتات العظام، والعدل يقعد في زوايا السجن أرهقه القيام، والموت يقتل نفسه والشعب يقتله اللئام، والدار أضحت خيمة والقبر يبنى بالرخام، والأرض تروى من دماء الناس أرهقها الصيام، والجوع يمشي عاريا بين الجميع ولا يلام، والنفط يملأ أرضنا والناس تبحث عن طعام، والكل فينا ميت والكل يدعو للسلام، والخصم يزحف نحونا والجيش يبحث عن غلام، والقائد العربي كالثعبان غدار وسام، والشيخ مشغول بتلوين العباءة واللثام، والدار تطعن أختها والغمد يطعنه الحسام، والنار تأكل كل شيء مثل أولاد الحرام. أهلا بكم. أمام الكونغرس، نتنياهو يدعو لاستسلام حماس لإنهاء الحرب. يا للذكاء والنباهة، عن جد فكرة كيف ما خطرت لحدا. حماس تستسلم وبتنتهي الحرب. مجرم الحرب الملاحق بمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية خطب أمام الكونغرس الأمريكي وأدلى بدرر يعني لا يتسع المقام لذكرها، من قبيل حديثه عن أخلاقيات جيش الاحتلال وعن أنه هي الحرب كانت الأقل بالضحايا المدنيين وغيرها من عشرات الحقائق الدامغة يلي تعود يتحفنا فيها من 10 أشهر هذا الكاتب هذا نتنياهو، وختمها بهالفكرة العبقرية يعني يلي ما خطرت ببال حدا من قبل، أنه دعا لاستسلام حماس لإنهاء الحرب. بحر علم هالزلمة، يعني فكرة بسيطة سهلة وبالفعل بتنهي الحرب، وأنا أدعم هالفكرة يا نتنياهو. بس يعني لازم يكون في أفكار بديلة، يعني إذا هيك فرضا احتمال، يعني هيك نحط احتمال أنه حماس يعني استغفر الله العظيم لا سمح الله إيه ما قبلت تستسلم، فهالفكرة ما بتنجح. يعني رغم أنها فكرة عبقرية بس يعني ممكن تصنف من قبيل السهل الممتنع، فشو الحل وقتها؟ هلأ إذا بدك أنا كمان عندي فكرة وأيضا عبقرية وكمان بتنهي الحرب. شو رأيك يتم تسليم كل مجرم حرب ملاحق بمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يتم تسليمه للعدالة، وبهيك بعتقد أكيد أكيد بتنتهي الحرب. جربها، في ناس جربوها وزبطت. ترامب يجب إطلاق سراح الرهائن في غزة على الفور. الثاني عليه أفكار ما بتخطر ببال جني، قال يجب إطلاق سراح الرهائن وعلى الفور. كمان هي يبدو يعني ما اجت ببال حدا من قبل، بس الظاهر هذا المقوص، بذكركم انه المقوص مو مسبه بس مو هذاك اليوم قوصوه، ايه صار مقوص. المهم يبدو هذا المقوص اذا رح يستلم رح نترحم على ايام التوهان والخرف الجميل تبع بايدن. لك يا حبيبي، مو السؤال انه يجب اطلاق الرهائن، السؤال كيف. يعني بدك تقلنا كيف يجب اطلاق الرهائن اذا بالحرب هي لها 10 أشهر لاطلقت 3 وقتلت اضعاف اضعافهم، وإذا عبر التفاوض لكن لشو هالحرب؟ أنقذ العالم يا كاميلا هاريس من خرفان جديد. الكونغرس الأمريكي يصفق 83 مرة بحفاوة لنتنياهو. ما شاء الله غلبوا مجالس التصفيق تبعنا. لا والدرسان عم يحسن أرقامه القياسية، كانوا يصفقوا له كل دقيقتين بعدين صاروا كل دقيقة، هلأ بمعدل كل 40 ثانية. يعني أرقام قياسية أين منها أرقام كريستيانو رونالدو وميسي، ولسه يمكن إذا الله بيمد بعمره بنفس الطريقة اللي مد فيها بعمر شارون كما أتوقع، يمكن يكون مخطط يحطم هالأرقام وينافس أردا جولر ولامين يامال. بس مو هذا موضوعنا، ولا موضوعنا انه كيف هيك يعني مجلس موقر محترم بيصفق وبيحتفي بمجرم حرب
حسب مذكرة الجنائية الدولية. يعني أصلاً لأن الولايات المتحدة كلها على بعضها أنشئت إثر إبادة جماعية لسكانها الأصليين وقامت على حس مجرمي حرب، فمن الطبيعي يحتفوا ببعضهم. ولا رح نذكر تصريح السيناتور بيرني ساندرز اللي قال هي أول مرة يعطى فيها مجرم حرب شرف إلقاء خطاب أمام الكونغرس. مالي بكل هالحكي. القصة يعني رغم أنه الإعلام حكى شوي عن المظاهرات اللي صارت قبل الخطاب بالكونغرس واللي عم تطالب باعتقال نتنياهو تنفيذاً للمذكرة العدالة الدولية، وعرضوا هيك كمان بالمستحال احتجاجات بالفندق اللي نزل فيه وكتابة عبارة اعتقلوا نتنياهو على جدار الفندق طوال مدة إقامته، كان يتونس فيها. بس الإعلام ما جاب سيرة هيك تفصيلة صغيرة، يعني هي مو كتير مهمة، هيك بدك تقول تفصيلة صغيرة جداً، إنه مو في عدد كبير من الأعضاء وخاصة الديمقراطيين قاطعوا الجلسة، يعني مو كتير كتار، حوالي 100 من أصل 212 من مجلس النواب و27 من أصل 51 من مجلس الشيوخ رفضوا يحضروا الخطاب وروحوا عليهم هالضرر النفيسة اللي أدلى فيها المذكور. فمشان الحفلة ما تطلع هيك زايطة وتلاقي فيها محلات فاضية وكذا، فحسب هالشهادة لألكساندرا أوكاسيو عضوة مجلس النواب الأمريكي جابوا كومبارس العادة وعبوا فيهم المقاعد الفارغة، يعني مثل ما بيعملوا بحفلات توزيع الجوائز مشان السركيك مشان الحفلة تزبط. بس باين هالكومبارس يعني بيصفقوا بضمير، منين متعلمين التضليل الإعلامي هدول؟ البيت الأبيض: أنا الأوان لإنهاء الحرب في غزة، ولا نعتقد أن إعلان بايدن عدم الترشح سيؤثر على فرص التوصل لوقف إطلاق النار، ولا نعتقد أن نتنياهو مجرم حرب. هذا التصريح للبيت الأبيض بغض النظر أنه بيشبه المثل المعروف تبع كوهين ينعي ولده ويصلح ساعات، بس يعني جهده مشكور، يعني بعد إقرار بايدن أنه خرف رسمي وما عاد يرشح حاله، بس ما يزال يضغط باتجاه التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار. كتر خيره، قال يا رايح كتر منايح. بس لنرجع لجملة ويصلح ساعات المنفصلة عن التصريح، أنه يعني هل هالعبارة طبيعي تصدر بتصريح رسمي أنه نتنياهو ليس مجرم حرب؟ يعني هل إذا موظف زار موظف بيطلع بيصرح أنه هذه اللي زارني مو مرتشي؟ هل إذا مدير بنك زار مدير بنك بيطلع بيصرح أنه شفتوا مدير البنك هاد؟ هذا مو حرامي. هل إذا فنانة زارت فنانة بتطلع بتصرح أنه هاي الفنانة اللي كانت عندي مبارح مو شر شوحة؟ يعني ما بعرف أنه هل دبلوماسيا واردة أنه رئيس يصرح عقب زيارة رئيس تاني أنه شايفينه هذا السيد الرئيس اللي كان عندي؟ هذا مو مجرم حرب. المفروض هو يعترض على هالعبارة. بس أهل أول ما فاتتهم هاللقطة وقالوا يكاد المريب يقول خزوني. أي نعم، انطلاق أولمبياد باريس بحفل غير مسبوق. بعرف مستنين يسميه أولمبياد الكريه ماكرون، لا مو هون الفكرة، ولا أنه قديش في كذب ومثاليات زائفة بالخطابات اللي ألقيت أو بالقسم الأولمبي أو بتمثيل الإنسانية اللي شفناه، ولا بدي أحكي عن أنه خلاص صدقنا أنكم تدعموا البسكليتات أنه مرة مرتين ثلاثة بالحق خلصنا، يعني بكفي يا زلمة. الحقيقة رغم أنه كان بالحفل مشاهد جميلة مثل رؤية زين الدين زيدان ورافائيل نادال وفي شغلات مزعجة مثل رؤية الكريه ماكرون، بس ما رح تصدقوا شو أكتر شيء زعجني بالحفل، إنه كنت عم اتفرج عليه على بي إن سبورت، ويعني بالعادة المعلقين فيها بيكونوا محترفين ومحضرين شوي شو بدهم يحكوا، لكن بافتتاح الأولمبياد كانوا عم يتباروا بتقديم المعلومات الضحلة أو حتى السخيفة، مو بس إنه كانوا عم يتحذروا كل لون دائرة بالعالم الأولمبي لأي قارة بترمز، لا لدرجة قال واحد منهم أنه أصلاً بتعرفوا إذا جمعنا الألوان بيطلع اللون الأبيض؟ هلأ بغض النظر أنه قصده ألوان الطيف مو ألوان العالم الأولمبي، وقصده طبعاً مزجهم بطريقة الأضواء وليست الأصبغة، بس يعني مدري كيف هيك حسسوني أني عم أسمع الإذاعة المدرسية.
ما بقى إلا يسأله قديش ارتفاع برج إيفل. لا والله، وقال له بدون ما حدا يسأله كمان. تحريشو. الله على كل مشاهدي ومتابعي في كل أنحاء العالم، معكم مريومة الغلابة وصاحبة 136 ألف متابع و45 مليون مشاهد. النهاردة أنا بشكر عمو عبد النبي ابن خال بابا لأنه دعاني في فرح ابنه محمد ابن محمد، وأنا بقول لك يا عريس وبقول للعروسة ألف ألف مبارك وربنا يتمم عليكم بالخير ويرضى الله عنكم جميعا. وكمان أنا بشكر عمته رحاب لأنها استقبلتني مقابلة جميلة جدا، وربنا يحفظك يا رب يا عمته رحاب. كمالا هاريس لن أصمت إزاء المعاناة في غزة. Over the past 9 months is devastating. The images of dead children and desperate, hungry people fleeing for safety, sometimes displaced for the second, third, or fourth time. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. شابو كامالا هاريس. كامالا هاريس مرشحة الحمار، يعني الحزب الديمقراطي، لأن رمزه الحمار، واللي جابوها طوارئ بعد ما تأكدوا أنه الرهان على بايدن يعني الفشل. يبدو أنها أخذ موقف من نتنياهو، يعني عم تنتقده علنا بطريقة معاكسة لتوجه الحمار المرشح الترامب، عفوا رمزه الفيل الحزب الجمهوري. ما علينا، المهم نظريا فيك تشعر من نفس هاريس وترامب انه واحد مع نتنياهو وواحد ضده، بالتالي انت كمواطن عربي مالك بالعير ولا بالنفير، رح تظنها وان بعض الظن اسم انه انتخاب هاريس خير من بايدن بما يخدم القضية الفلسطينية على الاقل. بس بحب خبرك انه هذا الخلاف بقصد جمع الناخبين، يعني بايدن اختار يروح باتجاه اللوبي الصهيوني ليحظى بالدعم لحملته الانتخابية، بينما هاريس اختارت تستغل الموجة المناهضة للحرب بغزة لتستميل فئة جديدة من الناخبين. لكن مين ما ربح من هون رح يوقف مع نتنياهو ورح يبعث الأسلحة اللي بيقصف فيها المدنيين. زودة فرقة، يعني ممكن ها تفرق بين الحمار والفيل بحجم ووزن القنابل. ومن هون لتتبلور الحملة الانتخابية بين الحمار والفيل، بنبقى معكم كل أسبوع بإخبار العالم من ألمانيا. دمتم بخير. اي نعم. 조선민주주의인민공화국 국가우주개발국 포도. اي نعم.